قصة عجيبة لفتاة صغيرة اختطفت. فتاة عمرها 14 سنة وهي عائدة من المدرسة على أقدامها، وقفت بجانبها سيارة ونزل شخص منها وحمل الفتاة ووضعها خلف السيارة في شنطة السيارة، ثم ذهب بها وأوقف السيارة وحاول فتح الشنطة لكن لم يستطع. حاول أكثر من مرة ولكن بدون جدوى، ثم ذهب بالسيارة إلى ورشة في أحد المحطات وحاول فتحها ولكن لم يستطيعوا. واستغرب العمال من إحكام إغلاق شنطة السيارة وكأنها ملحمة تلحيم الحديد. حان وقت أذان المغرب والبنت في الشنطة، خاف الخاطف أن تموت البنت من الاختناق، ففكر وأخذ القرار الحاسم، وهو أن يذهب بها إلى قسم الشرطة ويسلم نفسه قبل أن تموت. وذهب للشرطة وسلم نفسه. حاول رجال الشرطة أيضا فتح الشنطة ولم يستطيعوا، فقال واحد منهم: كلموا شيخا يأتي ويقرأ عليها ويفتحها. وفعلا جاء شيخ معروف في الحي وقرأ على الشنطة، وفجأة فتحت الشنطة وكانت البنت تتمتم بكلمات. فقال لها الشيخ: ماذا كنت تفعلين بعدما وضعك الخاطف في الشنطة؟ قالت: كنت أقرأ آية الكرسي والمعوذتان ولم أقف عنها أبدا، وأمي علمتني أني إذا كنت في مشكلة أن أقرأ آية الكرسي والمعوذتان. فسبحان الله، من كان مع الله كان الله معه، ومن كان يحب الله كان الله يحبه. هل تعلم عند قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة يصبح بينك وبين الجنة الموت فقط؟